وجبة جديدة صحية رح نعرف عنها أكثر من خلال هالفقرة. يلا بينا. هاي جيني. هاي. اليوم بدي أنا أحكي لك على ماي فافوريت ميل. إيه أوكي. اللي هي تشيكن كاري. حلو. بالهالهجار اللي هو فينا نعمله نعتبره فطور أو فينا نعتبره حلو المساء دسير بإضافة لبنة ساندويتش. حلو. طيب هلا أنا بدي أقول لك شغلة. هلا هيدا الشيء نحن فينا نعتبره إنه أكل ليوم كامل إذا حدا حب يعمل دايت. تماما تماما. خاصة ضمن ال يعني إذا بدنا نحسب ساندويتش اللبنة كم كالوري؟ 355 كالوري. 355 و 520 الكوري. و 520 يعني هي تقريبا صاروا تقريبا 900 كالوري. 900 بالإضافة ل 270. اها يعني صار يعني نحن ضمن الرانج المطلوب. بين 1000 ل 1200 كالوري تبعنا نحن نظام الدايت. بالإضافة هي يوم فيها تضيف قطعة فواكه تفاح موز أو شيء مشروب سبريسو. هلا أنا بصراحة محمد بفضل بلش نهاري بساندويتش لبنة يعني بعد شوي عن موضوع الكاربس لأنه اللي بياخد الكاربس على معدة يعني مثل ما بيقولوا فارغة بصير يعني طبعاً بتضايقه. هي قصة أنه ممكن يرتفع الأنسولين بالجسم فبصير واحد بيشتهي أكل أكثر يعني. اللبنة ومثل ما قلنا أنه مي هي الخبزة ممكن أنه تخلي الشخص لفترة طويلة أنه هو مثل ما بيقولوا مكتفي مصبوط تعطي حاجته خاصة الخبزة السبع حبوب هي متكاملة الغذاء بالإضافة لللبنة مع ترانشات الخيار وما بيجوع كتير وخاصة هاي الخبزة أنا بحس أنه بس أكلها يعني لو قطعة صغيرة أكلتها بحس أنه أنا كل نهاري يعني ما بقى جعت يعني ما بقى حاجة من الإشباع مزبوط. طيب هلأ نحن حكينا على ساندويتش اللبنة اللي مميزة بالخبزة السبع حبوب وهون عنا أكلة كتير يعني شكلها واو طيبة كتير هي شو هي بالذات هاي بدي احكي لك على الماي فافوريت ميل بحب مثل ما بيقولوا ايه تماما. هلا هو اول شيء الصوص تبعه هو حليب جوز الهند خالي الدسم مطهي مع البهار الكاري بنضيف له نوعين فليفله مثل ما شايفه الخضراء والحمراء وبصله ناعمه وبنطهي فيها دجاج على نار هاديه. كثير حلو واكيد الرز مثل العاده انتم الرز مثل ما قلت لك هو رز مطبوخ بالبقاقه العطريه اضافه لسوتيه خفيفه كثير طيبه وعن جد يعني فيها طعمه غريبه يعني يمكن من البهارات هي من البهار الكاري كثير طيبه خاصه اللي بيحبوا الاكل الهندي لازم ياكلوا الكاري لازم ياكلوا الكاري انه كثير مهمه وهي مثل ما قلت لك هي قلت لك انه هي ماي فافوريت ميل بالاضافه هي من ثيم المحل بكاسبريسو حتى بيقولوا انه الكاري بيرفع نوعا ما الميتابوليزم يعني بيقولوا الهنود بياكلوا كثير بهارات هذا البهارات بتساعد على رفع حرق الجسم فكتير حلو انه هون موجود الكاري لانه عاطيه طعمه كتير غريبه وطيبه وبنفس الوقت انه هي اكيد مفيده ونحن استغلينا هذا الشيء بهذا الصوص لنقلل الكالوريز تبعه رحنا لحليب جوز الهند خالي دسم طيب هلا نحن اجينا على شو اسمها قلت لي هي هيلثي جار اللي هي كاسات الشوفان يا عيني عبوات الشوفان طبعا انا اليوم حدا رياضي ما ببلش نهاري الا فيها مع ثلاثه توبينج بس هو الاساسي شوفان الشوفان بسكيت ميلك خالي الدسم يا عيني مع التوبينج في عنا نضيف الفواكه في الفروت فينا نضيف الناتس المكسرات فينا نضيف الموز والتمر والمشمش بالاضافه لبذور الشيا الحلو انه بتعرفي انت فوائد بذور الشيا هي كثير غنيه طبعا كثير مهمه يعني فوائد بذور الشيا بس الاحلى من هيك انه بتحس ما فيها كثير حلو يعني هلأ. ابدا نحن بنقعة الشوفان بالحليب بنضيف لها شويه عسل نخفف الغبره تبع الشوفان بتعرفيها هي طبعا بس ما بتحس ابدا يعني انه هي لا حلوه ولا مؤذيه ولا بتحس بطعم الشوفان اساسا فيها عن جد كثير مهمه هي يعني انا هي اذا بتحط ليها فطور غدا عشاء باكلهم لانه بموت عليها طبعا النقعة بتستغرق معنا يومين والله لحتى بين نحن نصفيها ونرجع نقعها مره ثانيه لحتى يرتاح الشوفان فيها هاي مشان هيك ما بتحسه ثقيل ولا بلذة تماما بتلاقيه هيك سوفت يعني تماما احنا ممكن طبعا نعمل اضافات عليها بذور اليقطين فينا بذور الكتان يعني احنا هي بقى على راي المشترك حلو احنا نغير له فيها لا بس كثير طيب وانا بحس هلا بالصيف هيدا الشيء كثير لذيذ يعني فين واحد انه اللي بيحبه العالم كثير بتحب الايس كريم انا بحس اذا بينحط مثلا بالبرات وبتقدم طريقه انه يكون بارد منيح تمام. يعني انه هذا عن جد بيعوض عن الايس كريم تمام كثير طيب
حبيته كثير. طبعا هي جن نحن نقدمها فريش غير الديسبلاي ايه. الموجوده ايه. لنضمن الجوده الموجوده بقلب الشوفان. لا كثير طيبه عن جد هيدي اي لايك ات. صحتين وهنا. ميرسي. يعني انا من هلا بدي وصيك انه يوميا بجيب لي هيك مثل هي الميل لحتى فورا. لحتى انا عن جد التزم بهيلثي لايف ستايل. هلا انا ملتزمه يعني بس معكم اكيد حكون ملتزمك اكثر. اكيد. شكرا كثير عن جد كثير طيبه. صحتين وهنا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من المعلومات اللي قدمنا لكم اياها. بحبكم كثير. تاني اسبر. باي.